قصة حرف الخاء. في الحي الذي تعيش فيه أسرة خلود يوجد مخبز صغير، وفي كل يوم تنتظر خلود ووالدتها حافلة المدرسة في الشارع المقابل للمخبز، تتسلل إلى أنوفهم رائحة الخبز الطازج. سألت خلود والدتها: أمي أمي، هل يمكننا الذهاب لذلك المخبز؟ ردت الأم: بالتأكيد يا صغيرتي، ولكن بعد قدومك من المدرسة عليك الآن أن تسرعي إلى الحافلة قبل تحركها. وقبل أن تعود والدة خلود للمنزل، فكرت أن تذهب للمخبز لشراء خبز طري، وهناك طلبت من الخباز أن يخبز لها قطع البسكوت المحفور عليها حروف اسم ابنتها خلود لتفاجئها بعد المدرسة. وبعد المدرسة ذهبت خلود مع أمها للمخبز، وحالما دخلت من الباب استنشقت رائحة زكية جدا، وتلفتت حولها لتجد أنواع الخبز والكعك والفطائر. جمعت خلود ما تريده في سلة صغيرة واقتربت من الخباز لتدفع النقود، فبادرها قائلا: لدي مفاجأة صغيرة أعدتها لك والدتك، لقد خبزت قطع البسكويت هذه خصيصا لك وحفرت عليها حروف اسمك، وهذا الكيس فيه هدية أخرى افتحيها في المنزل. سعدت خلود كثيرا بهذه المفاجأة وشكرت البائع وانطلقت للمنزل لترى ماذا يوجد في الكيس. فتحت الكيس وشاهدت قطعا كثيرة من البسكويت المشكل حفر عليها جميع الحروف الهجائية، وقضت خلود اليوم كله وهي ترتب حروف أفراد العائلة لتقدمها لهم مع الشاي. النهاية. الخاء مع الحركات القصيرة: خ خروف، خ خبز، خ خيار. الخاء مع الحركات الطويلة حروف المد: خ خائف، خ صخور، خي تخيط. مواضع الخاء في الكلمة: خاء في أول الكلمة مثل خس، في وسط الكلمة مثل فخار، في آخر الكلمة مثل بطيخ. الخاء مع التنوين: خن طباخن، خن خوخن، خن مخن. أحسنتم أصدقائي، نرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.